وللمزيد ينضم إلينا عبر سكايب من ولاية تايوان عمان أبو عيسى، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطية الأمريكية. أهلا بك. وأيضا عبر زوم ينضم إلينا أشلي أنصار، مستشار ترامب وعضو الحزب الجمهوري بولاية فلوريدا. أهلا وسهلا بكم معي عبر الشتان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. إذا في البداية أستاذ نعمان، يعني كاملة تصف نفسها بالترياق في مواجهة الملياردير، لماذا ترى من وجهة نظرك أن كاملة هاريس هي الأكثر فرصا وجدارة للفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما هي أوجه نقاط القوة لديها؟ نعم، تحياتي في البداية. أن كمالا هاريس هي أتت من المهاجرة، أهلها مهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأتت من الطبقة الفقيرة في أمريكا المتوسطة، فإنها عملت في ماكدونالد عندما كانت في الجامعة، وإن هذا العمل ليس كما يظهر دونالد ترامب أنه يزور ماكدونالد، وإنما هي سياستها تدافع عن حقوق الطبقة المتوسطة وستضع يعني تاكسز او الضريبه على اصحاب الاموال في امريكا الذين يشابهون دونالد ترامب، فان هذا هو الفرق الكبير بين المرشحين. وهي ايضا تدافع عن حقوق المراه في امريكا، وخاصه بعد تعيين دونالد ترامب لاعضاء مجلس المحكمه العليا لتحديد حقوق المراه في الولايات المتحده الامريكيه. طيب سيد اشلي، في البدايه لو تحدثني، لماذا ترى دونالد ترامب هو الأكثر فرصة وجدارة للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وما هي أوجه نقاط القوة لديه، ولماذا ترى كاملة غير جديرة بهذا المنصب؟ هو الرئيس ترامب طبعا عنده تراك ريكورد، يعني احنا عارفين الخطة بتاعته والاستراتيجية بتاعته لما كان موجود في البيت الأبيض، فشخصيته السياسية معروفة من لدى الناخب الأمريكي. ترامب بيمثل القوة الاقتصادية للولايات المتحدة، وبلا شك الناخب الأمريكي بيعتمد أساسا ليس على إذا كانت هاريس بتشتغل في ماكدونالد لما كانت في الجامعة أو أن ترامب أبوه مليونير، ده بسايد بوينت، ده نوت هو المهم في العملية، والمهم هو تحقيق نجاحات في الاقتصاد الأمريكي يؤهل للناخب الأمريكي أنه يتمتع بحياة اقتصادية قوية. هديك مثال على هذا الكلام، وده كان حديثنا من قيمة الأسبوع الماضي في الحزب الجمهوري. سبب الانفليشن بعد الكورونا أو ارتفاع الأسعار بعد أزمة الكورونا وخلافه، وهو ارتفاع الأسعار بتاعة الانرجي الطاقة. كل ما بترتفع أسعار الإنرجي الطاقة بيزداد التضخم الاقتصادي والإنفليشن، هما بيجوا مع بعض. بلا شك أن رئيس ترامب بسلوكه الشخصي مع السعودية العربية ومع روسيا وخلافه سوف يقنعهم بتقليل كمية البترول الذي يخرج إلى السوق العالمي، وبالتالي الأسعار هتتظبط أو هتبقى في مجال اقتصادي يسمح إن هو القضاء على الارتفاع وتضخم الأسعار. من ناحية كاميلا هاريس يعني كاميلا هاريس التراك ريكورد بتاعها معروف في ولاية كاليفورنيا. سنس إن هي عملت كفايس بريزيدنت للرئيس بايدن، فالدور بتاعها كان بسيط جدا. ما لهاش تأثير كبير على السياسة الداخلية في الولايات المتحدة. هي بتتبع السياسة بتاعة أوباما وسياسة بايدن، والذي يحكم البيت الأبيض ونحن ندرك هذا هو أوباما. أوباما هو اللي بيتصرف في كثير من الأمور بخصوص الاقتصاد أو بخصوص العمالة أو الهجرة أو حقوق المرأة وخلافه. فأعتقد أن كاميلا هاريس هتبقى extension أو very much زي بايدن، والسياسة لن تتغير على الإطلاق. نعم. كل الكلام اللي بنسمعه في الميديا ده كلام ملوش أساس من الصحة. نعم، وضحت الفكرة. بالعودة إلى سيد نعمان، يعني هاريس تتهم دونالد ترامب بتأجيج الخوف والانقسام بشأن المهاجرين، وحددت خططها لإصلاح نظام الهجرة. أستاذ سيد نعمان، لو تحدثني عن خطط هاريس في هذا الإطار. نعم، الإدارة الأمريكية كانت واضحة أنها تريد الأكثر من الأموال لوضع قوانين
تسمح بالشرطة أن تكون موجودة على الحدود، وتسمح أيضا بأن يكون هناك محاكم سريعة لتكميل المحاكمات للذين للمهاجرين هنا في أمريكا، ولكن أعضاء الحزب الجمهوري يعني أرادوا أن يعطوا أي أن يكون لدونالد ترامب طريقته في إدارة الموضوع، ولن يعني يسمحوا للرئيس بايدن كامالا هاريس أن تجري هذه القوانين الجديدة. فإن الكونغرس هو الذي أوقف الإدارة الأمريكية من مساعدتهم في ضبط الحدود، وأن إذا ما كانت نجحت كامالا هاريس تضبط الحدود وقالت بشكل واضح أنها ستوقع على قوانين جديدة ليكون هناك أكثر من الشرطة توفير الموارد اللازمة لوقف الحدود. إن أيضا الإدارة الأمريكية تفضل المهاجرين عن الإدارة الجمهورية، فإن الأقليات في أمريكا معظمهم يدعموا الديمقراطيين، وهذا معروف أن الرئيس يعني ترامب كان هناك أشخاص في نيويورك يقولون أن بورتوريكو هي جزيرة من القمامة، فهذا شيء غير يعني مقبول به من الشعب من أصول لاتينية، وطبعا الشعب من أصول أفريقية أيضا يدعم كامالا هاريس بشكل كبير جدا. بالعودة إليك مرة أخرى سيد أشلي، يعني في هذا الإطار ترامب حمل هاريس والرئيس الأمريكي مسؤولية السماح بدخول هؤلاء على حد وصفه إلى البلاد، ووعد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل داخلي للمهاجرين. لو تستعرض لي برنامج دونالد ترامب في هذا الإطار المتعلق بالهجرة، وفي حالة فوزه كيف سيتم الترحيل؟ نمسك أساسا ما هو قانون الهجرة في الولايات المتحدة. قانون الهجرة للأسف الشديد بتستعمل كورقة في أيام الانتخابات حتى يرتفع صوت الجمهوريين أو الديمقراطيين، والاثنين على خطأ. كمواطن أمريكي أعتقد أن الاثنين على خطأ، والاثنين هم اللي عملوا مشكلة الهجرة بلا حدود. لأن لما يجي لك 12 مليون مهاجر من لاتين أمريكا ومن مكسيكو ويخشوا في داخل الولايات المتحدة الأمريكية على أساس أن قانون الأسايلم هو قانون واحد فقط اللي هو محتاجين يتغير، وهو الأسايلم يعني أي واحد جاي بدون سيرتيفيكيشن، بدون إديوكيشن، بدون هيلث كير دوكيومنتيشن بيخش الولايات المتحده على موضوع الاسايلم، ولما يخش فهو مش الليجل، ده هو ليجل، ده هو قانونيا موجود في الولايات المتحده. هي المشكله ازاي؟ المشكله لما يخش هؤلاء الناس الاسايلم ما عندكش انت تراك ريكورد بتاعهم، بيروح في كل الولايات، وبالتالي ما بتعملش انت حصر ليهم، او ممكن تعمل تاخد مجموعه معينه من هؤلاء الناس اللي هم المجرمين او وخلافه وترحلهم باك. دي مشكله لمؤاخذه يعني بقى لها حوالي 50 سنه في الولايات المتحده، دي مش اول مره. هي ورقه بتستعمل في الانتخابات لجذب الاصوات، انما في الحقيقه هم الاثنين غلطانين، لان الكونجرس الامريكي مهما كان وذر از ديموكرات او ريببليكان لابد ان هم يتعاونوا مع بعض، لان هي مشكله وطنيه، هي مش مشكله بالنسبة لحزب معين، لا ده مشكلة بتمس الأساس الاقتصادي الأمريكي. إنما السؤال الثاني اللي أنت قلتيه حضرتك اللي هو هيتصرف إزاي ترامب، ترامب معروف إن هو حازم ويدرك ما هو يريد، وبيدرك أيضا إن الهجرة المرتبة للعقول والإديوكيتد ناس اللي هم جايين من بره داخل الولايات المتحدة مرغوب فيها. يعني لما بيجي لك انت جراديوت ستودنت موجود في الجامعات الامريكيه وبيحضروا ماجستير ودكتوراه انجينيرنج او دكتورز وخلافه، دول لهم الحق ان هم بعد الادوكيشن بتاعهم يقدموا على السايلم او يقدموا نورمال اوراق الهجره عشان يقعدوا في الولايات المتحده. انما ما يجليش انا 12 مليون بني ادم من مكسيكو نصهم ما هتعرفيش هم اصلا مجرمين، بيشتغلوا مع المافيا، بيعملوا في دراجز اتسترا اتسترا اتسترا. فدي النقطة، هو إزاي تحزم الأمر وتخلي الكونجرس مسؤول أمام المجتمع الأمريكي، ليس رئيس الجمهورية فقط ولكن أعضاء الكونجرس لابد يتسألوا. طيب بالعودة إلى سيد نعمان مرة أخرى، لو نتحدث عن الوضع الإقليمي، يعني كاملا هاريس ترى أن الحرب على قطاع غزة يجب أن تنتهي، وتدعم هاريس محادثات وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من القطاع وتشكيل دولة فلسطينية مستقلة على حد تعبيرها. ما هي حلول هاريس سيد نعمان لوقف العدوان على قطاع غزة؟
يعني في البداية أريد أن أقول أن الرئيس ترامب قد حصل على موافقة نتنياهو في الحكم، ونتنياهو يدعم الرئيس ترامب بشكل واضح، فإنها عندما ذهب نتنياهو إلى الكونغرس الأمريكي كان هناك الجمهوريين يصفقون له، ولكن الديمقراطيين انسحبوا من هذه القاعة، وأيضا كمالا هاريس انسحبت من هذه القاعة أيضا ولم توافق على تصرفات نتنياهو في الشرق الأوسط. وإن أمريكا يعني وخاصة كمالا هاريس قالت بشكل واضح أنها لن تستمر في نفس السياسة التي كانت على زمان الرئيس الحالي بايدن، فإنها تعلم جيدا حقوق الشعب الفلسطيني، حقوق إنسانية، رغم أنها لن تتخلى عن إسرائيل، ولكنها ستعمل على توفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والوصول إلى حل إلى هذه المعضلة في الشرق الأوسط. فإنها استمرت أكثر من عام الآن، وهي ليست من صالح أمريكا أن تستمر وأن تتوسع الحرب، فإن يعني عملت الإدارة الحالية بشكل كبير جدا على وقف نتنياهو من رغبته في توسيع هذه الحرب من لبنان إلى إيران. ما الذي يمكن أن تقدمه كاملة يعني ولم يستطع جو بايدن أن يقدمه سيد نعمان؟ إنها ستكون إدارة جديدة، وأن هناك جناح ديمقراطي متقدم يريد غالبية الديمقراطيين في أمريكا يريدون وقف إطلاق النار، فإنها ستضع بعض الحدود لنتنياهو، ونتنياهو سيضطر إلى التعامل مع الإدارة، لأنه يعلم أنها إدارة ستكون هناك لأربع سنوات، لكنه الآن لا يسمع لرئيس بايدن لأنه يعتبره بطة عرجاء كما يقال هنا يعني في أمريكا. ستختلف سياسات كاملة، ستختلف سياسات كاملة عن سياسة جو بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في قطاع غزة. نعم أظن ستختلف، لأن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار، فإن الوضع الحالي يعني صعب جدا للشعب الفلسطيني، وأن شعوب العالم قد تعاطفت مع الشعب الفلسطيني، وقد تعزل أمريكا إذا ما استمرت في الدعم غير المحدود لنتنياهو، فإن نتنياهو وحكومته اليمينية المضطرفة يجب أن يكون لها حدود، وستضع كمالا هاريس بعض هذه الحدود له. طيب بالعودة مرة أخرى إلى سيد أشلي، يعني في ظل تصريحات دونالد ترامب بأنه لا يمانع في تحقيق انتصار عسكري إسرائيلي، وأيضا يقول من جهة أخرى إنه يريد إيقاف الحرب على قطاع غزة، ما السيناريو المتوقع سيد أشلي إذا فاز ترامب بهذه الانتخابات؟ وردا منك أيضا على سيد نعمان بأنه يعني نتنياهو وترامب وجهان لعملة واحدة، ونتنياهو هو الفائز من فوز دونالد ترامب في حالة فوزه. أنا أعتقد أن الأستاذ نعمان واضح، وأيضا أنا أشاركه في قوله من أن ترامب ونتنياهو أصدقاء، وأن ترامب عنده علاقة قوية بالجناح اليميني المتطرف للليكود، هذا واضح. إنما يعني خلينا نكون صراحة، لمدة 20 سنة فشلت الدول العربية وجماعة الدول العربية أن يكونوا متحدين بخصوص موضوع إقامة دولتين. أدي واحد. اثنين، إن الشعب الفلسطيني منقسم، حماس في جهة، وأيضا البي ال او أو الهيئة السياسية الفلسطينية اللي موجودة في رام الله في جهة أخرى. فأنت عندك نوعين من الفلسطينيين الموجودين. نرجع لموضوع حماس. حماس هي عبارة عن منظمة تبع الإخوان المسلمين، وبتأخذ معونات كثيرة جدا من جهات مختلفة including إيران وسوريا واليمن وخلافه. الحل الأساسي للمشكلة هو إن إزاي إن الشعب الأمريكي يصوت، وليس رئيس الجمهورية، الشعب الأمريكي بعد ما عمل مظاهرات كثيرة جدا، عدت حوالي 500 مظاهرة في داخل الولايات المتحدة بخصوص موضوع فلسطين وإسرائيل، الشعب الأمريكي بدأ لأول مرة يتعلم وينظر إلى إن في 40,000 شهيد فلسطيني قد تم ذبحهم وقتلهم في قطاع غزة، دي أول مرة. وبالتالي الشعب الأمريكي مهيئ نفسيا حاليا أنه ينظر إلى مشكلة حماس ومشكلة فلسطين بنظرة إيجابية. لا يوجد رئيس جمهورية أمريكي ممكن ينتخب، أو عضو في أعضاء الكونغرس أو السنة ممكن ينتخب إلا إذا كان الآيباك موافق عليه،
ودي لابي يهودي أمريكي قوي جداً. القوة بتاعته ليست بس في وجود اليهود في الولايات المتحدة، ولكن بعلاقتهم الاقتصادية والسياسية مع معظم الهيئات في الولايات المتحدة. هذا هو السبب. وضحت الفكرة. أنا بشكرك شكرا جزيلا بداية أستاذ نعمان أبو عيسى عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الأمريكي، والسيد أشلي أنصار مستشار ترامب وعضو الحزب الجمهوري بولاية فلوريدا، شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإيضاحات.